جماعه فناسة باب الحيطة التابعة لإقليم تاونات دشن اليوم صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله مركزا صحيا، وقبل ذلك وضع جلالة الملك حفظه الله ببلدية هرسوق حجر أساس دار للطالب، وأشرف على تسليم 14 حافلة للنقل المدرسي لفائدة جماعات الإقليم، إلى جانب الاطلاع على مشاريع تهم قطاع التربية الوطنية. محمد الداودي وبعثة الأولى تابعوا ذلك. رهانات للتنمية بإقليم تاونات تعد بالعطاء الكثير، يضع لبناتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في إطار الزيارة الملكية الميمونة المباركة للإقليم، والتي تحمل معها المشاريع والمنجزات التنموية لفائدة ساكنة المناطق الحضرية كما القروية. وجلالة حفظه الله يتفقد أحوال رعاياه الأوفياء بالمناطق البعيدة النائية قاطعاً المسالك والطرق الوعرة بجبال الريف، حيث التضاريس صعبة والمرتفعات الجبلية العالية هي مسيرة تنموية يقودها صاحب الجلالة نصره الله، تعبد الطرق وتمد جسور الأمل لساكنة تنتظر بشوق كبير الزيارة المولوية الكريمة، زيارة الخير والنماء، زيارة تكريس سياسة القرب والحكامة الجيدة التي تعد سلوكاً ومقاربةً ونهجاً قويماً لمعالجة مختلف إشكالات التنمية الاجتماعية وتقريب الخدمات الأساسية من المواطنين وفك العزلة عن المداشر والقرى النائية، في اعتماد على الموارد البشرية المؤهلة ضمن نسق متكامل من الأسبقيات والأولويات لتعزيز الإصلاحات البنيوية الموجزة وتسريع وتيرة التي هي في طور الإنجاز أو إعطاء الانطلاق لمشاريع تستجيب لحاجيات الساكنة المحلية. القطاع الصحي من بين القطاعات الأساسية التي تحظى بالاهتمام وبالأولوية ضمن البرامج والمخططات الرامية إلى تحسين ظروف عيش السكان والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية وضمان تغطية صحية شاملة لساكنة المناطق القروية. وقد اطلع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في هذا الإطار على مشروع إعادة بناء مركز صحي جماعي بالجماعة القروية جبابرة، والذي سيكلف غلافا ماليا قدره 1,860,000 درهم، ويهدف المشروع الذي تقدر الساكنة المستفيدة من خدماته ب 18,961 نسمة إلى المساهمة في فك العزلة عن المنطقة وتحسين الولوج للخدمات الصحية وتوسيع التغطية الصحية والتكفل بصحة الأم والطفل. وبالمناسبة أشرف جلالة الملك حفظه الله على تدشين مركز صحي جماعي بجماعة فناسة باب الحيط تم تشييده بكلفة 1,770,000 درهم، منشأة صحية جديدة ستدعم الخدمات الطبية بالمنطقة، وستستفيد منها ساكنة تقدر بحوالي 12,554 نسمة، بحيث سيساهم المركز في تقريب الخدمات العلاجية والطبية من المواطنين بهذه المناطق البعيدة. ويضم المركز الصحي الجماعي قاعات للاستقبال والاستشارة الطبية وأخرى خاصة بصحة الأم والطفل والعلاجات الشبه طبية، بالإضافة إلى الصيدلية ومكتب الممرض الرئيسي ومرافق صحية، كما يشمل سكنين وظيفيين للممرضين. وقد جهز هذا المركز الصحي الجماعي بأحدث التجهيزات والمعدات الطبية حتى يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لفائدة المواطنين. ولدعم القطاع الطبي كذلك بالمناطق القروية بإقليم تاونات، أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على تسليم 10 سيارات إسعاف و14 سيارة رباعية الدفع تم اقتناؤها بمبلغ مالي بلغ 7,233,000 درهم من طرف وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم الشمال بالمملكة في إطار البرنامج الاستعجالي للتنمية المندمجة للجماعات القروية بإقليم تاونات للفترة ما بين 2009 و2011. وتروم هذه المبادرة إلى تحسين ولوج ساكنة المناطق القروية النائية إلى الخدمات الصحية وخفض نسبة وفيات الأطفال والنساء في وضعية الإنجاب، وكذلك تسهيل تنظيم قوافل طبية.
التفاتة مولوية كريمة واهتمام بساكنة هذه المناطق القروية لتحسين الظروف الصحية والعلاجية للمواطنين، وهي مبادرة كان لها الوقع الكبير في نفسية الساكنة التي عبرت عن الامتنان والشكر للرعاية المولوية الكريمة التي تحقق التنمية المحلية وتحقق كرامة المواطن عبر توفير الخدمات الضرورية له وتقريبها منه، حتى تستفيد كل شرائح المجتمع وكل فئاته من ثمار التنمية، وتهيئ لها السبل والوسائل للاندماج الفعلي والفاعل في العملية التنموية. مشاريع تساهم في تحقيق التنمية المندمجة، فالمبادرات الملكية الرائدة هي مبادرات لأجيال الحاضر وأجيال المستقبل، تتخطى كل التحديات والمعيقات وتحقق المشاريع والمنجزات، مشاريع القرب بالمناطق الأقل حظوة لتقليص الفوارق في التنمية. مبادرات ملكية رائدة لفائدة المواطنين بهذه المناطق القروية البعيدة النائية، مبادرات تفك العزلة عن ساكنة هذه المناطق وتقرب منها الخدمات والمرافق الضرورية من صحة وتعليم وماء صالح للشرب، مبادرات تخلق الانسجام والتكامل في البرامج والمخططات محلياً وجهوياً ووطنياً، حيث لا مجال لمغرب بسرعتين بل مغرب بسرعة واحدة، مغرب نافع من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه. أهداف تتحقق على أرض الواقع من خلال هذه الزيارات الميدانية التفقدية التي يقوم بها جلالة الملك حفظه الله بالمراكز القروية وبالمداشر لتحقيق المشاريع الهامة التي يسهر شخصيا جلالة الملك حفظه الله على تنفيذها، حتى تستفيد منها الساكنة المحلية بمختلف فئاتها وبمختلف شرائحها الاجتماعية، خاصة التي تعاني من الحاجة ومن العوز. وبمدينة ترسوق بإقليم تونات دائما اطلع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على مجموعة من المشاريع التي تهم دعم قطاع التربية الوطنية، وقد تمت برمجة هذه المشاريع في إطار البرنامج الأولوي للتنمية المندمجة للجماعات القروية بإقليم تونات للفترة ما بين 2009-2011. مشاريع خصصت لها اعتمادات مالية إجمالية بلغت 18 مليون درهم، وتروم هذه المشاريع التي سيتم إنجازها في إطار البرنامج بتمويل من طرف وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم شمال المملكة، إلى تشجيع التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي وتوفير شروط الاستقرار لفائدة الأطر التربوية بالمناطق النائية والرفع من مردودية التعليم. وتشمل مشاريع دعم قطاع التربية الوطنية التي تندرج في إطار محور التنمية الاجتماعية والبشرية للبرنامج اقتناء 14 حافلة للنقل المدرسي، وبناء 24 مسكنا للمدرسين، وبناء دارين للطالب، وتوسيع وتهيئة دارين للطالب، وتجهيز 5 دور للطالبة. وإلى جانب هذه المشاريع التي تستفيد منها ساكنة 24 جماعة قروية، يهم المحور الذي خصص له مبلغ 60 مليون درهم إحداث تجهيزات صحية ورياضية للقرب، من بينها بناء وتجهيز مركز إقليمي لتصفية الدم وإعادة بناء مستوصف قروي وبناء 7 ملاعب رياضية ومسبحين ودار للشباب. ويتضمن البرنامج الأولوي للتنمية المندمجة للجماعات القروية بإقليم تونات الذي رصدت له اعتمادات مالية إجمالية بقيمة تناهز 299 مليون درهم
ثلاث محاور أخرى تشمل إنعاش الأنشطة المدرة للدخل وحماية البيئة والبنية التحتية وفك العزلة. وقد أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على وضع الحجر الأساس لبناء دار الطالب ببلدية طهرسوق تسع لـ80 نزيلاً بغلاف مالي يبلغ 2,100,000 درهم. ويضم المشروع الذي يندرج في إطار الجهود المبذولة لمحاربة الهدر المدرسي وتشجيع التمدرس مكتباً مخصصاً للإدارة وبهواً وقاعة للأكل وقاعة متعددة الوسائط ومكتبة وغرفاً للنوم ومرافق صحية. وبالمناسبة أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على تسليم 14 حافلة للنقل المدرسي لفائدة الجماعات المستفيدة في إطار البرنامج الأولوي للتنمية المندمجة للجماعات القروية بإقليم تونات. وقد تم اقتناء هذه الحافلات التي ستساهم في تشجيع التمدرس وتحسين ظروف الدراسة لدى التلاميذ القرويين ومحاربة الهدر المدرسي بغلاف مالي بلغ 5,000,000 درهم. مشاريع للقرب تتحقق بإرادة ملكية قوية وعطف مولوي دائم ضمن مبادرات اجتماعية رائدة لتحقيق التنمية البشرية المستدامة وتأهيل العنصر البشري وخلق انسجام تام بين البرامج والمشاريع والمخططات ووضع الاستراتيجيات التنموية في شموليتها وفقا لمقاربات تحدد مكامن الخصائص والضعف لتخطي كل المعيقات وتحقيق الإنجازات. تنمية محلية منسجمة متكاملة تتحقق بالجماعات القروية التابعة لإقليم تونات لفائدة الساكنة المحلية. وصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في هذا اللقاء المباشر التلقائي العفوي مع رعاياه الأوفياء بهذه المناطق من إقليم تونات يتفقد أحوال رعاياه الأوفياء في لقاء المحبة والوفاء المتبادلين والعهد المستمر على مواصلة مسيرة البناء والتشييد، مسيرة التنمية الاجتماعية ومسيرة التضامن وتحقيق المنجزات التي تعود بالخير العميم وتعود بالمنفعة الشاملة على كافة المواطنين لتلحقهم بركب التنمية. وبخصوص جانب التعليم المدرسي في الإقليم ودعم الزيارة الملكية للقطاع في المنطقة، تحدث